السلام عليكم، معكم خديجة أستاذة ديال التعليم الابتدائي وعندي جوج وليدات. بالنسبة للتجربة ديالي مع المنتوجات ديال فوريفر، هو ما عرفتها هذه سنوات قبل على أنها منتوجات كوزميتيك ديال التجميل، وكنت ديك الساعات يعني مريضة بالكواتر، يعني بعد الولادة ديالي الأولى تعبيت بالكواتر اللي هما فيهم جوج ديال الانواع، اما تيكونوا مفرطين نشاط ولا تيكونوا يعني ناعسين ميتين ما كيخدموش. وهذه الحاله اللي عندي، يعني ان الغده ما بقاتش كتفرز الهرمونات، وكما كنعرفوا الغده الدرقيه هي المسؤوله على الهرمونات وتوازن الجسم كامل، يعني السكر والكوليسترول والكلاوي كل شيء، يعني دقات القلب ايضا، يعني هذا الشيء كل شيء كان عندي مخربق، شي طالع شي هابط، دقات القلب يعني ماشي منتظمين وكيجيو يعني كيبقاو يضرب القلب بسرعه. عانيت مع هذا المشكل مع انني كناخذ دواء افي، يعني ما يمكنليش نحيدو هرمونات الثنائيه. بقيت كنعاني من هذا المشكل لمده ديال 7 سنين حتى تحولنا للقنيطره، وتبعت مع الدكتور المرابط، يعني بقيت يشوف فين ما يشوف دوك التحاليل ديما مخربقين، ديما هابطين، مره يزيدني الدواء مره ينقصني، يعني عمرهم ما تقادوا، الكوليسترول طالع، السكر طالع، يعني تيقول لي راك ما كتاخذيش الدواء، راكي كتنسايه، راه ما يمكنش، لانه اصلا حتى الكواتر كيديروا النسيان، كتولي كتنسى بزاف، يعني النسيان بشكل يعني كيجيك مفاجئ، ماشي زهايمر ولا المهم بقينا في شد ورد انا وياه، كل مره تزيد تنقص، تنأكد ليه راني كناخذ الدواء، راني ما كنساهش، الا نسيتو اصلا ما تنقدرش نوض في الصباح، ما تنقدرش تنوض عيانه، ما يمكن لي ندير حتى شي حاجه. بقيت على هذا الحال حتى قال لي راه غديري ريجيم يعني قاسي، ما فيهش السكر، ما فيهش الدهنيات نهائيا، وغندير الرياضه تقريبا بشكل يومي، يعني باش نشوفوا يعني واش يتقاد الكوليسترول والسكر ودقات القلب. بالفعل سجلت في لاصال قباليات، ما غادي نتلاقى بالسيده اللي كتهضر على فوريفر، قلت لها واش هذاك الشيء ديال التجميل، قالت لي لا، راه شركه امريكيه كدير حتى المكملات الغذائيه. قلت لها كيفاش زعما شرحي لي، عيت عاودت التجربه ديال مع خوها يعني بلا ما عارفاش هي انا شنو عندي وعلاش بغيت نسولها، عاودت لي التجربه ديال مع خوها ديال الكواتر، وملي كتهضر عليهم يعني كتهضر على الحاله ديالي، نفس الاعراض، سكر، طونسيون، تهضر على الكوليسترول، على دقات القلب، وبانها يعني حيدات تقريبا الاغلبيه ديال الادويه ونقصات حتى من لا دوز ديال الهرمونات اللي كناخذو كل نهار. صراحه عجبني الحال، وقلت لها يعني بغيت انا نعرف هاد المكملات الغذائيه. مشيت حضرت معها للسونتر، يعني كنت موجوده مجموعه من الاسئله سولتهم، والسيده الله يجازيها بخير وضحات لي كل شيء، شرحات لي كل شيء، هي كتاكد لي على انه ماشي دواء غادي يعني غيقضي فيا ديك الساعات، بل خصني واحد المده ديال على الاقل ديال 3 شهور، لانهم هما مكملات غذائيه كيوازنوا يعني التغذيه ديالنا والاحتياجات ديال الجسم ديالنا. وبالفعل يعني دوزت المده ديال 3 شهور ودرست ديتوكس، يعني نقصت الوزن، مولفه كندير ريجيمات وهذا باش نقص الوزن، ولكن الفوا تنحبسو تيرجع لي الوزن كله، ولكن الحمد لله درست ديتوكس لمده ديال 9 ايام، نقصت تقريبا 7 كيلو ومن بعد ما عاودش رجعت حتى غرام، وخا بديت كناكل عادي. ملي رجعت بعد 3 شهور عند الطبيب درت التحاليل، ملي شافهم ضحك وقال لي دابا مزيان، دابا عاد وليتي كتاكلي الدواء ديالك يوميا. يعني هو ما عارفش، يعني انا اكتشفت بان الدواء راه ماشي حل ديال الكواتر، بل التغذيه المتوازنه اللي وليت كناخد على شكل مكملات غذائيه هي اللي وزنات لي الهرمونات. وهذه هي التجربه، وشكرا.